جارتي البارس هي قالت لي الباذنجان كنز يخلي الصبية قمر مثل ملكات الجمال ويرجع العجوز صبي ويحقق حلمك في يوم. معقول؟ صلوا على رسول الله. لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخ مامة سولا إسراء فتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم دايما إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله هنا على القناة. وتعالى ما أقول لكم قالت لي إيه جارتي البارس هي القروبة، دي فكرة خطيرة. معقول؟ انا مش مصدقه. قالت لي يا اسراء يا قروبه هتجيبي الباذنجان الطويل اللي احنا بنعمله هنا في مصر مخلل، هنعمل منه حاجه ما تخطرش على بالكم خالص. قالت لي هتشيلي الجزء الاخضر ده. قلت لها ماشي يا ست القروبه. وبعدين قالت لي ده انا هقول لك فكره المتابعين هيدعوا لك عليها. وبعد كده جبت الباذنجانه زي ما قالت لي وبدات ان انا اقطعها لحلقات صغنونه بالشكل ده. غسلتها كويس وقالت لي قطعيها حلقات صغيره قوي. تمام، صلوا بقى على رسول الله واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتشوفوني دلوقتي من اي بلد او من اي دوله. ومناسبه السنه الجديده هابي نيو يير على احلى متابعين في الدنيا، بتمنى من ربنا ان هي تكون سنه جبر للخواطر وان ربنا يسعدكم جميعا يا رب. بس انتوا كمان فرحوني بلايك وكومنت حلو وشير للفيديو على قد ما تقدروا. عايزه بيكم اوصل بقى السنه دي للمليون مشترك. ايه وصفاتي مش عاجباكم ولا ايه؟ اتمنى ان هي تكون عاجباكم واكيد اهلا وسهلا بيكم كلكم. قالت لي صاحبتي البارسية بتجيبي يا إسراء الكوباية وتحطي فيها حلقات الباذنجان. الفكرة دي على فكرة جديدة والأول مرة على السوشيال ميديا كلها هاتش فيها أصلا، فبتمنى إن هي تنال إعجابكم. قالت لي بعد كده بنجيب الليمون ونبدا ان احنا نقطعه الحلقات، وبعد كده بناخد الحلقات الليمون دي ونقطعها لقطع صغيره، يعني بقدر المستطاع ليمونية حاولي بقدر المستطاع تقطعيها لقطع صغيره جدا. بعد كده هنجيب الكوباية وهنحط فيها شرائح أو قطع الليمون. كده أنا حطيت الباذنجان على الليمون زي ما جارتي وصاحبتي وحبيبة قلب الباريسية قالت لي. بعد كده قالت لي صاحبتي المنبريس هتجيبي بقى الميه المغليه وهتبداي يا اسراء تملي 3 ارباع الكوبايه فقط لا غير. قالت لي بعد كده بتفضلي تقلبي فيهم لمده دقيقه ونص بالظبط. قلبتهم كويس زي ما جارت الباريسية قالت لي. بعد كده قالت لي بتحطي الكوباية دي على الرخامة وتزيبيها دقيقة ونص أو دقيقتين فقط لا غير لأن لازم نستخدمها وهي سخنة. بعد دقيقتين هبدأ أجيب صفاية بقى، شايفين هنا لون المية اتغير بقى وردي كده أو روز كده. احنا خدنا المادة الأساسية اللي في الباذنجان قدرنا ناخدها بكل سهولة، ده بسبب وجود الليمون والمية المغلية. مش عايزين المية تسود، احنا عايزينها كده تاخد اللون اللي هو الروز او اول درجات العنابي. هنبدأ نجيب الصفاية ونصفي كل المكونات دي كويس جدا. لايك بقى وكومنت حلو وشيل الفيديو على قد ما تقدروا يا احلى متابعين في الدنيا. وبجد بجد بتمنى من كل قلبي ان هي تكون سنة سعيدة عليكم يا رب. اللهم امين. 2024 إن شاء الله تكون سنة الجبر وربنا يسعدنا جميعا ويعني يحقق لكم كل الأماني. هنجيب معلقة كده من الشاي ونحطها على كل المكونات. بعد كده هنجيب معلقة من القهوة، والبن اللي أنا هستخدمه يكون بن سادة مش بن محوج، فاتح كمان. هقلط بقى البن والشاي مع كل المكونات لمدة 3 دقايق بالظبط. بعد كده هنجيب العكر الفاسي، وهنا انا حبيت اوريكم شكله العكر الفاسي اللي هو بودر دم الغزال. انا هنا بستخدمه بودر مش حاجه سايله، لا بستخدمه البودر، بفضل جدا البودر. هستخدم حاجه على حرف المعلقه يعني ربع معلقه من العكر الفاسي. اول ما نحطه هتلاقي ان لون الخليط بقى نبيتي، نبيتي الغامق اللي حيرك ما بين البني الغامق ولا نبيتي زي درجات الهافان الغامقه قوي.
هنسيبهم 5 دقايق منقوعين مع بعض. صلوا بقى على رسول الله، وعايزة بيكم أوصل للمليون مشترك. وصلوني للمليون مشترك أحلى متابعين في الدنيا. بعد كده هنجيب الحنة، واوعى تقفل الفيديو، الفكرة للشباب والبنات مش بس للبنات، ودي مش حنة عادية، دي هتحل لينا أكبر 3-4 مشكلات بيقابلونا. استخدمت معلقة واحدة من الحنة، والحنة دي اسمها الحنة الأسواني، ده أفضل نوع حنة بحبه. انت تقدر تستخدمي حنة شامي، حنة 5-5، أي نوع حنة بتفضلي. هخلط بقى الحنة كويس قوي، أحلى حنة ممكن تستخدموها إيجيبشن حنة، الحنة المصري أحلى حنة بجد رهيبة، بالأخص بقى لما بتجيلك من الصعيد، ويا سلام على الصعيد وحلاوة الحنة اللي بتيجي منها. هنخلط كل الكلام ده سوا، هنسيبه 5 دقايق فقط لا غير. هنضيف المكون الأساسي والسحري، وهو خل التفاح، وهنا أنا استخدمت 2 معلقة من خل التفاح. هخلط كويس أوي خل التفاح مع كل المكونات لمدة 3-4 دقايق فقط لا غير. صلوا على رسول الله يا أحلى إخوات وأحلى متابعين في الدنيا. هخلط بقى كده كويس بالشكل ده، ويلا اما اقولكوا هنستخدمها في ايه وازاي بالظبط. اول حاجه بنكون غاسلين شعرنا، مع لهوش زيوت، مع لهوش كريمات ولا حتى سيروم. سيبي شعرك لحد ما ينشف. هتجيبي الحنه ديت، وهتشوفي اصلا في الفيديو دلوقتي اللي هتستغربيه، وهنبدا نفردها على فروه الراس، وندلك فروه الراس بقدر المستطاع لمده 10 دقائق. بالنسبه للشباب يستخدموها لفروه الراس والشعر الدقن كمان، ده بالنسبه للشباب. هتدلكوها كده 10 دقائق، وبعد كده بنفردها على شعرنا كله ونسيبها نص ساعه، ده بالنسبه للشباب. اما بالنسبه البنات بتسيبوها من 2 ساعة ل3-4 ساعات، وبعد كده بنغسل شعرنا بالشامبو. دي بتعمل ايه اصلا؟ لما اغسل ايديا دلوقتي هتلاقي ايديا بقت لونين، ده من اول دقيقة، يعني دقيقة واحدة عملت كده، ما بالك بقى لما تسيبيها 3-4 ساعات. بنغسل شعرنا او الدقن بتاع الشباب. دي بتعمل ايه؟ دي يا بنات بتعالج الشيب المبكر، يعني مفيش حاجه اسمها شعر ابيض حتى لو عمرك فوق 70 سنة، لان دي بتدي لون حلو قوي للشعر، وبتعالج الشعر مع الوقت، فبترجع الشعريه لونها الاصلي، يعني مش بترجع بيضة، لا بترجع الشعريه. لو شعرك كستنائي فهو هيرجع كستنائي، لو اسمر فهو هيرجع اسمر. فقولوا وداع للشيب سواء صغير في السن او كبير في السن. دي بتملى فراغات الشعر، شايفين ايديا بعد وقبل اللون اتغير في ثانيه، ده لان الماده اللي في الباذنجان بتخلي الماده الصبغيه اللي موجوده في الحنه وبقيه المكونات تثبت قوي مكان ما تحطوها. تمام، الكركديه فعلا الباذنجان رهيب، دي بتملى فراغات الشعر. لو انت عندك امراض الثعلبه او عندك صلع مبكر، فانت اعملها 2 مرات في الشهر وادعيلي، بتطول الشعر يا صبايا بطريقه غير طبيعيه، وبتكثفه وبتنبت فراغات الشعر، بتقضي على التقصف وعلى الهيشان، هتخلي شعرك حرير زي الباروكه. جربيها واشوفكوا على خير باذن الله.